الإمام الصادق عليه السلام قال صدقة يحبها الله، ما هي يا ابن رسول الله؟ قال إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. ضروري نذكر ليريد نوصل إلى شيء وهو ما نسمعه من واقع مؤلم بين العشائر، هذا القتال، هذا تسفك به الدماء، ترمل به النساء، تيتم به الأطفال، تعطل به الحياة على أشياء ما تسوى. وين هم أهل الجاه؟ وين هم أهل المكانة الاجتماعية؟ وين هم السادة لهم احترامهم؟ مو تنتظرون إلى أن الكارثة تقع عود نسعى للإصلاح؟ تحركوا قبل ما يقع، اغلقوا هذا باب الشر قبل أن يقع. لما تعلمون أكو مشكلة بين لا تتوانوا، اذهبوا أصلحوها. يعني ألا تتوقعون أن هذه مؤامرة؟ ليش بس نلقاها في المدن الشيعية وفي عشائر الشيعة وفي محافظات الوسط والجنوب؟ ليش بس هنا؟ من وراءها هذا؟ ما هو الهدف؟ ليش نصير احنا أداة إلها؟ إذا كلكم تقول إيه والله صدق، يمكن هذا أكو واحد وراها، أكيد واحد وراها، ليش ما تسمعها بغير مدننا؟ وينهم أهل الجاه؟ وينهم أهل الوجاهة والمكانة الاجتماعية؟ لماذا يحصل هذا الذي يحصل؟ خلينا نتنازل شوية، خلينا نضحي شوية قربة إلى الله تعالى، نطفئ هذه النائرة.